صباحكم سعيد، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية. في المستهل تعد زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف ولأول مرة في تاريخ الجزائر إلى منجم جرج بلات رسالة حملت التوجه الجديد بلغة الميدان وحرص المسؤول الأول في البلاد على إطلاق المشاريع الاقتصادية الكبرى بأبعادها الاستراتيجية. هي انطلاقة فعلية بأول الغيث لمنجم جرج بلات. إذن الجزائر ماضية نحو الاستغلال الأمثل لمقدراتها الوطنية، تلكم هي المقاربة التي تركز عليها الجزائر الجديدة من أجل النهوض باقتصاد وطني منتج للثروة ولمناصب الشغل. مشاريع استراتيجية بأبعاد اقتصادية واجتماعية تدخل مرحلة الاستغلال والإنتاج بفضل إرادة الرجال وعزيمة السواعد الوطنية التي تفتخر بإطلاق مشروع بحجم جرج بلات، أو كما اصطلح على تسميته بمشروع القرن. أحمد أمين دريتي. على مد البصر يتربع واحد من أكبر احتياطيات خام الحديد والفوسفات في العالم، منجم جرج بلات بتندوف. يمتد على مساحة 40,000 هكتار، ويكتنز احتياطياً قابلاً للاستغلال بمخزون يفوق 3 ملايير طن من مادة خام الحديد. هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للجزائر يشهد انطلاقته الفعلية ليفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني. فالمشروع سيبعث حياة اقتصادية واجتماعية، وسيخلق مناصب شغل قد تصل إلى 25,000 منصب مباشر وغير مباشر. كنا من الأوائل المستفيدين من توظيف بشركة فيرال. الحمد لله مشروع تنموي كبير للبلاد والاقتصاد الوطني، راح يخلق مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة. نقوم بمتابعة أعمال الاستغلال بداية من عملية تفجير إلى استخراج الخام الحديد القابل للاستغلال. نقوم بعملية طحن ومن ثم عملية التخزين إلى غاية الاستغلال. نقف على هذه العملية لضمان جودة خام الحديد. منجم جرج بلات، أو مشروع تطوير واستغلال منجم الحديد، يستهل نشاطه بشراكة جزائرية صينية بعد المصادقة على نتائج الأبحاث الخاصة بعينات الاستخراج من قبل المخابر العالمية. يعد من أهم المشاريع المنجمية على مستوى الوطني، على غرار كل من منجم الفوسفات بتبسة وزنك والرصاص بودم يزور بجاية. وهذا المشروع يعد مشروع مهيكل ومدمج، وسيسمح بخلق حركة اقتصادية نشطة سواء على مستوى ولاية تندوف أو على مستوى الجنوب الغربي ككل. متانة العلاقات الجزائرية الصينية تجعلنا نتشرف بالعمل في مشروع استراتيجي وكبير كهذا. نحن شركة MCC العمومية، نحتل المرتبة الأولى في مجال المناجم بالصين. سنعمل كل ما في وسعنا لتجسيد هذا المشروع سويا مع الجزائر. المنجم سيعبد الطريق لاقتصاد عالمي تحقق الجزائر من خلاله الاكتفاء الذاتي من مادة الحديد، لتدخل بعد ذلك الأسواق العالمية وفق مقاربة ونظرة استشرافية. هذا هو منجم جرج بلات، المشروع الاستراتيجي الذي تعتمد عليه الجزائر اليوم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحديد الخام. منجم سيمكن الجزائر من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، جرج بلات.
وفي غضون 30 شهرا سيصبح أضخم مشروع للسكة الحديدية في تاريخ الجزائر حقيقة مجسدة. الخط الاستراتيجي الممتد على مسافة 950 كيلومترا والرابط بين بشار وتندوف إلى جرج بلات بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية سيعود بالفائدة على ساكنة المنطقة بفضل مناصب الشغل التي سيستحدثها من جهة ووضعه للجزائر على سكة الريادة الإقليمية من جهة أخرى. سونيا جسي. على سكة التنمية تسير الجزائر، تسير إلى أبعد الحدود الممكنة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتحقيق رؤيته في بناء وتشييد معالم الجزائر المرجوة، ولأنه أرادها أقوالا مقرونة بفعل ملموس يلمسه المواطن ولا يسمعه فقط، يواصل السيد الرئيس وفاءه بتعهداته ليحقق أغلبها في جميع المجالات. تعزيز وتطوير شبكة السكك الحديدية من بين هذه الالتزامات، مشاريع ضخمة واستراتيجية من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. هذه كانت أمنيات وظلت أمنيات وكانت حلم وضرب من الخيال، ها هي اليوم مجسدة بفضل إرادة رئيس الجمهورية وبفضل برامج وقوة الدولة الجزائرية. اليوم نرى أن السكة الحديدية على مستوى ولاية تندوف هي واقع، على مستوى ولاية بشار هي واقع، هي واقع سوف يغير ليس يعني الواقع في مستوى الاقتصادي في مستوى ولاية تندوف فقط، وإنما في الجنوب الغربي عموما وليس كذلك في الجزائر فقط، وإنما هو إن شاء الله امتداد سوف يكون لفتح باب أفريقيا الغربية على مصراعيه. كأضخم مشروع للسكك الحديدية في تاريخ الجزائر وعلى مسافة 950 كيلومترا في خط يربط ولايتي بشار تندوف وصولا إلى غارج بلات، يضع رئيس الجمهورية حجر الأساس. هذا الخط أقسم إلى ثلاث مقاطع وهكذا لتسريع وتيرة الإنجاز. المقطع الأول يربط بين بشار وصولا إلى النقطة الكيلومترية 200، المقطع الثاني يربط بين أم العسل وصولا إلى تندوف على مسافة 175 كيلومتر، أما المقطع الثالث والذي على مسافة 575 كيلومتر والذي يمثل أكثر من 60% من طول الخط لنقل أكثر من 50 مليون طن من الخام إلى بشار ومنه إلى أرزو، إلى ميناء أرزو. مشروع سيسمح باستحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة تستفيد منها يد عاملة محلية من المنطقة ستتلقى تكوينات مدروسة في المجال. مناصب الشغل هنا برمجنا 14,000 شغل مباشر وكذلك كاين غير مباشرة، هي كل الناس سوف إن شاء الله تخدم هنا، كل بائع كل يمولوا المشروع، كل نشاطات المجتمع سوف تستفيد من هذا المشروع. مشروع الخط المهم والاستراتيجي أسند إلى مجمع مؤسسات عمومية رائدة بالإضافة إلى شركة صينية متخصصة في إنجاز هذا النوع من المشاريع في كل الظروف والبيئات. احنا مجندين الطاقات البشرية لأن في هذا المشروع ننجز كذلك الدراسات الدقيقة، دراسات المشروع بالكفاءات الجزائرية الموجودة، يعني جودة عالية، وهذا تحدي للمؤسسات العمومية ليكونوا في الموعد إن شاء الله. يعتبر هذا المشروع أكبر مشروع حاليا في الجزائر وأكبر مشروع حاليا في إفريقيا، حوالي 1000 كيلومتر. 30 شهرا هي مدة إنجاز هذا المشروع الضخم، حرص السيد الرئيس على ضرورة احترامها وتسليم هذا الخط ذي البعد الاقتصادي والاجتماعي الذي سيساهم في تنويع مقومات الاقتصاد الوطني ويؤسس لريادة إقليمية حقيقية. وبنسب متقدمة جدا تسير الأشغال بالمعبر البري الحدودي الثابت بتندوف والذي يعول على دوره الحيوي باعتباره بوابة التجارة الجزائرية نحو العمق الإفريقي. عمر تواجين.
مكسب اقتصادي هام ذلك الذي يجسده المعبر البري الحدودي الثابت مصطفى بن بلعيد بتندوف، والذي يعد المنفذ الاستراتيجي للمنتوجات الجزائرية نحو دول غرب إفريقيا من خلال حركية تنقل السلع الجزائرية التي باتت تلقى رواجا في السوق الإفريقية. نثمن مكسب وجود معبر حدودي فيما بين الجزائر وموريتانيا بالنسبة للجزائريين قاطبة وسكان ولاية تندوف خاصة، المصدرين منهم خاصة. هذا المعبر بعد ما كان تبادل تجاري فيما بيننا وبين الجارة موريتانيا شيء منعدم تماما أصبح اليوم موجود، فشكرا لرئيس الجمهورية وشكرا لإرادته من حيث تطوير الاقتصاد وتطوير الصادرات ودعم المستثمرين والمصدرين. أيضا تكلم السيد الرئيس عن المنطقة الحرة ستشكل مكسب بالنسبة لولاية تندوف. نشكر الحقيقة الرئيس معبر الحدود هذا مكسب جميل، هذا مباشرة يمكنك من الدول من 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 تسويق السلع نتاعتك لدول الساحل كامل، وهذه كانت حاجة قريبة منا وإحنا ما درناها منذ طويل من الزمن. درك إن شاء الله كي يتحقق هذا المكسب نتاع فتح المعبر هذا خلاص انفكت العزلة عن الجنوب وعن افريقيا وبيننا معاها. نثمن قرار رئيس الجمهورية حول المعبر الحدودي بولاية تندوف. هذا المعبر الحدودي سيعطي إضافة قيمة وجيدة وجديدة ومكسب لولاية تندوف بالأخص. هذا المعبر يعتبر بوابة لإفريقيا عن طريق دولة موريتانيا، كما أن عملية تبادل الحر للتجارة ستكون هناك طفرة نوعية وقفزة نوعية في المبادلات التجارية حول إفريقيا عامة وفي ولاية تندوف خاصة. المعبر الحقيقة مكسب وطني ومكسب حتى إفريقي له بعد إفريقي، خاصة لما نلاحظ أثناء زيارة السيد الرئيس لولاية تندوف وأشار إلى أنها ستكون هناك منطقة تجارة حرة في منطقة تندوف، راح تكون بوابة إفريقيا للساحل وراح تكون منطقة اقتصادية فيها مزايا محلية ووطنية، راح تكون بوابة خير على الدولة الجزائرية. تعول الجزائر كثيرا على هذا المعبر الاستراتيجي الهام من تندوف إلى زويرات ثم إلى ميناء نواديبو الميناء الدولي، ذلك حتى يكون هناك تسويق للمنتوجات الجزائرية عبر هذا المعبر والميناء، وكذلك من أجل استقطاب الاستثمارات الموجودة في إفريقيا، خاصة أن الأموال الموجودة في إفريقيا أموال باهظة إلى جانب الأسواق الفارغة، تستغل الجزائر هذا المعبر للولوج إلى هذه الأسواق. الحركية الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها المعبر خلقت ارتفاعا في معدل أرقام الصادرات. الإعلام وتحديات الراهنة كان محور الندوة المنظمة أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة. الندوة التي أشرف عليها وزير الاتصال محمد العقاب جرت بحضور مميز لإعلاميين ومهتمين وباحثين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والعربية وإطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية وأعضاء من الحكومة. وعرفت تنظيم ورشات مخصصة لعدة مواضيع منها الإعلام الإلكتروني وأخلاقيات مهنة الإعلام وفضاءات للنقاش حول الإعلام في الظروف الراهنة. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تم تكريم عدد من الإعلاميين المتميزين في هذه الفئة. وزير الاتصال أكد في كلمته على ضرورة إسهام مهنيي القطاع بفعالية في إثراء المنظومة التشريعية للقطاع مواجهة للتحديات الراهنة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، منوها بجهود رئيس الجمهورية في تحقيق مزيد من المكاسب للمشهد الإعلامي في الجزائر بغية النهوض بالقطاع. نحيي اليوم هذه الذكرى وقد أنهينا تجسيد ما تبقى من الالتزامات الانتخابية للسيد رئيس الجمهورية بخصوص قطاع الإعلام، وإنني على يقين أن السيد رئيس الجمهورية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيسعى جاهدا خلال السنة المتبقية من عهدته الانتخابية لتحقيق مكاسب أخرى لفائدة قطاع الإعلام على غرار الجزائر ميديا سيتي التي وضع حجرها الأساس يوم 5 يوليو 2023. نظمنا هذه السنة ندوة فكرية حول الإعلام والتحديات الراهنة ينشطها مجموعة من الإعلاميين
الجزائريين وغير الجزائريين، وهم نخبة من الإعلاميين في الوطن العربي عامة. إذن هذه الندوة لتزامنها مع التحولات الجيوسياسية في العالم وعلى رأسها النقلة النوعية في القضية الفلسطينية والاعتداء الهامج الصهيوني على قطاع غزة الذي أفرز تعاملا غير مهني وغير أخلاقي للإعلام الغربي عموما. إن وزارة الاتصال قررت تكريم العديد من الوجوه الإعلامية، والحقيقة أن كل الإعلاميين يستحقون التكريم. الندوة الفكرية تناولت ورشة حول الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية ودور هيئات الضبط في الارتقاء بالعمل الصحفي وأخلاقيات المهنة. كما تم بالمناسبة الكشف عن استحداث شهادات للريادة الإعلامية وأخرى للتميز الإعلامي، حيث افتك التلفزيون الجزائري من خلال قناته الإخبارية جائزة الريادة الإعلامية في مجال تخصصها. المتابعة لفوزية تاش. برز الصحفي والكاتب الجزائري فكان ضمن طلائع الإعلاميين والأدبيين في النضال بكتاباته المتميزة في الساحة الفكرية ليستحق التقدير والتكريم. الكاتبة زهور والنسي اسم لامع وراسخ بمسيرتها ومكانتها الوازنة والرائدة في فضاء الثقافة والأدب، تكرم اليوم ضمن قائمة من نجوم الثقافة والإعلام في الجزائر. العرفان جاء كذلك لمؤسسات إعلامية وشخصيات صنعت اسمها في فضاء الإعلام بكل احترافية ومهنية مواكبة الحدث بتفاصيله وتفرد في تغطيتها للأحداث في مختلف المحطات دون تخطي الثوابت والقيم الوطنية. التلفزيون الجزائري برز ضمن هذه المؤسسات الإعلامية بصورته المعتادة في الاحترافية وتكريس قواعد العمل الإعلامي ميدانيا، فاستحق شهادة الريادة والتميز والتفوق في هذه الندوة. هذا التكريم لا يزيدنا إلا قوة وتشجيعا للعمل أكثر من أجل تقديم خدمة عمومية ترتقي بالمجتمع وتبني الجزائر. بدوري أشكر جزيل الشكر وزير الاتصال أستاذ الدكتور محمد العقاب على كرم هذا التشريف، وكل تمنياتي للصحافة الجزائرية بمزيد من العطاء والرقي والرفع. إن شاء الله تكون هذا حافز لنا باش نزيدوا نروحوا للأمام ونمدوا كامل وش عندنا. اليوم الإعلام يواجه تحديات تتطلب منه مواكبة كل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في العالم وفي مجال التكنولوجيا الحديثة ليكون في مستوى تطلعات الشعوب. تقوية الإعلام لرفع التحديات، وهذا يكون من خلال التكوين الحقيقي المهنية وفعلا تسمية الأشياء بأسمائها. الاستثمار في الأقمار الاصطناعية لتربح استقلالية مهنية، وكذلك أنه تخفض من تكاليف التأجير، تكاليف البث. هذه الندوة هي أرضية لما يمكن أن يبنى عليه من لقاءات نراجع فيها فعلا العديد من الأمور بما يمكن أن يسمح برقي أكثر للإعلام الجزائري المحلي. التكنولوجيا الآن صارت متاحة للجميع، ليس هناك في تفوق لجهة من جهة أخرى، كلنا نحتكم إلى هذه التكنولوجيا ونستطيع أن نوظفها لنقل الصورة بطريقة مهنية وبمصداقية كبيرة. يتم التلاعب بالكلمات في وسائل الإعلام، فيتم تحديد من هو ضحية ومن هو المذنب باعتبارات الانتماء. فحسب بعض وسائل الإعلام، سقوط 20,000 قتيل منذ 7 أكتوبر ليس بربرية. أهم مشاكل الإعلام والصحافة حالياً هو الهيمنة الاقتصادية على وسائل الإعلام من قبل قوى ضاغطة، ولهذا من يتحكم في الخط التحريري هو من يدفع. هو تكريم للإعلام الجزائري الذي أضحى اليوم يواكب مراحل تطور الجزائر الجديدة وإنجازاتها. في تطورات الوضع بفلسطين المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم 58 على التوالي عدوانه على الفلسطينيين
مرتكبا مجازر بالجملة أسفرت عن سقوط 1000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح، أكثرها دموية وقعت أمس بحي شجاعية الذي ارتقى فيه 150 فلسطينيا بعد أن دمر الاحتلال بطائراته الحربية مجمعات سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها. كما استشهد 100 فلسطيني في حزام ناري عنيف وقصف مدفعي طال بنايات المواطنين في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي حي نصيرات بمدينة غزة استشهد صباح اليوم أزيد من 15 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، فيما ارتقى 16 شهيدا بكل من مدينة رفح جنوب القطاع ومخيم البريج. من جهة أخرى، وبعد استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، زاد حجم التحديات أمام الإغاثة الإنسانية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استلامه 100 شاحنة مساعدات دخلت أمس قطاع غزة عبر معبر رفح البري تحوي على غذاء وماء ومستلزمات طبية وأدوية. وبين قصف المدنيين العزل والتهجير القسري لهم وتجويعهم كسياسة للحرب، يزداد الإجرام الصهيوني همجية وغطرسة بترويع الأطفال والنساء والعائلات الفلسطينية التي بات مصيرها المحتوم، إما الموت بقصف الطائرات الحربية أو بنيران المدافع والدبابات التي تمطر كل متحرك وساكن وكل شبر في القطاع بآلاف الأطنان من القنابل المتساقطة على رؤوس الأطفال والمدنيين العزال الذين قتلوا وشردوا وأجبروا على النزوح نحو المجهول أمام مرأى ومسمع العالم الذي يتبجج بالمدنية وحقوق الإنسان. مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد. مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي الدخول في المرحلة الثانية من العدوان والتي تهدف إلى اجتياح مدينة خان يونس جنوب القطاع، فبدأ يحشد قواته على طول الحدود الشرقية جنوبا بالتزامن مع الأحزمة النارية واستهداف الأبراج السكنية وأراض زراعية جوا برا وبحرا، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض. بيتي كله، بيتي ولادي كله راح، نايمة على سريري تعبانة، ما شفت إلا الغرفة تعطي ضوء، بعد ما ضوء صار الحجار ينزلوا لسمسته كله ينزل علي، قمت مفزوعة أصوت. فأكثر من 70% من الضحايا هم النساء والأطفال، ويحاول الفلسطينيون انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب قلة الإمكانيات، كما يجري في كل غارة في مشهد جديد رصدته عدسة التلفزيون الجزائري. كان مكتظ جدا، يعني اي استهداف لاي بيت يعني معناته المربع اللي حوالي من 10 ل 15 بيت اضرار جزئيه وكليه بتصير فيها، ناهيك عن المرور الناس الاطفال اللي بيلعبوا حوالين بيوتهم كذا بكونوا عرضه للاستهداف. فالاحتلال الذي يضرب بشتى انواع الاسلحه في الوسط والشمال والجنوب بات يدفع اهلها للنزوح الى رفح اقصى جنوب القطاع في مرحله ثانيه من خطه التهجير القسري على وقع ضربات صاروخيه وحصار أتى على كل مناحي الحياة. قوات الاحتلال تسعى إلى استبدال النزوع الداخلي إلى هجرة والتصاق الجميع نحو رفح، هذا الالتصاق الذي يدلل على أن هناك أهداف سياسية لتهجير الشعب الفلسطيني وليست الأهداف المعلنة. ومع اشتداد ضربات الاحتلال الإسرائيلي برا جوا وبحرا على مدينة خان يونس جنوب القطاع، وكأنه يريد أن يعيد مشهد الشمال من جديد، ما ينذر بمزيد من المجازر بحق الفلسطينيين ليل نهار. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق للثالث ديسمبر من كل عام وتشجيعا للأنشطة الرياضية لهذه الفئة، تم أمس التوقيع على اتفاقية بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة في إطار التعاون والتنسيق بين القطاعين للعمل على تعميم وترقية الممارسات الرياضية في الوسط المهني وتسهيل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. وبولاية سوقهراس يسهر القائمون على المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة على تنظيم منافسات رياضية للتلاميذ كشكل من أشكال الإدماج وإثبات الذات. وفي التفاتة إلى المعوزين من المعاقين تم إطلاق قافلة تضامنية وتوزيع دراجات وكراس وتجهيزات متنوعة. عمار طبال. يستفيد تلاميذ المؤسسات التعليمية المتخصصة
ومراكز التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة من أنشطة رياضية متنوعة والمشاركة في مختلف المنافسات كوسيلة للترفيه والإدماج واكتشاف المواهب. كل بيابا عندو كل لعب كل يوم نحى وبيها كل قرد قرد كل حتى نحى نلعب ماتش بيت أيوة. بيت به ونسجلوا بيه مالفين ننشطوا دورات هذوما تاع كرة القدم عندهم مسبح من بعد كي تروحوا تشوفوا المسبح عندهم تاع جري سريع أها حبي قال لك الهدف تاعي انه نفوز ان شاء الله اليوم وراح يبقى يونترينو اشاك فوا يبقى يونتريني في السباحة في الرياضة هذه بعد لبسط على الرياضة هذه ان شاء الله. بعد رفع منحة الإعاقة كتأكيد على الخصوصية الاجتماعية للدولة تتواصل الإعانات ويتجسد الدعم في أشكال متعددة إذ تم بولاية سقهراس إطلاق قافلة تضامنية لفائدة كبار السن والمعوزين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع تجهيزات مختلفة تتمثل في دراجات نارية كراسي كهربائية آلات سمع وتجهيزات للمكفوفين. ما يزيد عن 30 ألف طفل متمدرس على مستوى قطاع التضامن الوطني وقطاع التربية من خلال الأقسام المدمجة 15 ألف مؤطر لهذه الفئة بالإضافة إلى انتهاجنا استراتيجية دعم إدماجهم في المجال الاقتصادي عن طريق المشاريع الاقتصادية المكيفة التي تكون تحت لواء قطاع المؤسسات المصغرة على أساس أن قطاع التضامن الوطني يعمل في إطار تنسيقي وتضامني مع كل القطاعات. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعمل بشتى الوسائل من أجل التكفل بذوي الهمم وإدماجهم من خلال إعطائهم الفرصة لإثبات الذات. اختتمت مساء أمس أشغال الندوة 47 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي جرت أشغالها بإسبانيا، إذ شدد المشاركون في البيان الختامي على ضرورة تقديم دعم دولي للشعب الصحراوي معبرين عن تضامنهم المطلق مع كل شعوب المناضلة من أجل الحرية والكرامة. مفدت التلفزيون الجزائري إلى إسبانيا حفيظ عبد الصدوق. بيان ختامي شديد اللهجة ضد كل أشكال الاحتلال والاضطهاد في العالم. طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية في تأخر استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وضرورة وضع حد للاحتلال المغربي وانتهاكاته الفاضحة من نهب للثروات وانتهاك لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في ظل تعتيم إعلامي مغربي ممنهج. يعني من مخرجات هذه الندوة هو البيان الختامي اللي يعني تأكد فيه كل الجمعيات والمنظمات والشخصيات الحاضرة على تأييدها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وتطالب الأمم المتحدة بالالتزام بالشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. ما ميز البيان الختامي هو الإشادة بالموقف الجزائري الذي لا يحيد عن دعمه اللامشروط لكل قضايا التحرر في العالم ودور الجزائر في إسماع صوت القضية الصحراوية عاليا في المحافل الدولية وكذا الحضور المميز واللافت والدائم للجزائر في كل ندوات التضامن مع الشعب الصحراوي. أكد البيان الختامي على الدور الفعال التي تقوم به الجزائر كدولة وشعبا وتضامنها مع القضية الصحراوية. هذا لا يخفى عن أحد بأن الجزائر لها دعم وتضامن في قضية الصحراء الغربية وكذلك كل الأمور المتعلقة بتقرير المصير في الصحراء الغربية. كما دعا البيان كل أحرار العالم ولجان التضامن في العالم إلى الاتحاد من أجل القضية الصحراوية لتصبح أكثر حضورا في المحافل الدولية.
تجديد العهد مع القضية الصحراوية ودعم لا مشروط لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال والحرية هو ما طبع البيان الختامي للندوة 47 للجنة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، ليؤكدوا من جديد أن القضية الصحراوية هي قضية شعب يتنفس الحرية رغم الاحتلال. كانت معكم حفيظة عبد الصدوق، مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى إسبانيا من مدينة توليدو إسبانيا. في الرياضة، ولحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يواجه اليوم فريق اتحاد الجزائر نظيره نادي سوبر سبورت يونايتد من جنوب إفريقيا بملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكوان، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة. في أخبار البطولة المحترفة، استكملت أمس مباريات الجولة الثامنة بإجراء ثلاث مباريات، والتي عرفت تحقيق أولمبي أشلف الفوز الرابع بعد تغلبه على فريق الاتحاد السوفي بثنائية نظيفة، فيما خيم التعادل السلبي مباراة شبيبة الثورة ووفاق الصيف الذي احتضنها ملعب 20 أوت ببشار، بينما فاز فريق شبيبة القبائل بنتيجة 3-1 أمام فريق مولودية وهران في المباراة التي احتضنها ملعب أحمد زبانة بوهران. وفي رياضة الدراجات الهوائية، يستمر طواف غردايا، حيث جرت أمس المرحلة الثالثة والتي عرفت تألق عناصر المنتخب الوطني بفوز الدراج سعيد نسيم إسماعيل. ميلودي يفصل. متعة الممارسة وجمالية الصورة كانت أكثر حظورا في المرحلة الثالثة الأطول في طواف القرارة، غاصت فيها الكوكبة ضمن لوحات طبيعية صحراوية خلابة مرفوقة بعلم فلسطين، والوجهة هذه المرة عاصمة الولاية غردايا على مسافة 167 كيلومترا. رياح حتمت على الدراجين عدم الانفصال والمغامرة مبكرا، ليستقر الحال إلى غاية مشارف مدينة بريان، لتتجلى أول محاولة انفصال من الثلاث بودار ساسان وفرحات بفارق زمني ضئيل لم يتعدى 10 ثواني إلى غاية واد نشو، أين انقسمت الكوكبة إلى مجموعتين والتحام المجموعة الأولى مع ثلاثية المقدمة، لنشهد نقطة أسرع دراج في الكيلومتر 124 دخله دراج المنتخب الوطني أواسط بخت رياض أولا، بعدها صراع الأكابر تواصل، ومجموعة في الريادة مكونة من الإخوة فركوس سعيدي وغوري بفارق 10 ثواني عن المجموعة الرئيسة قادها العقاب، فارق توسع إلى 1:10. وببلوغ مدينة غردايا زادت المتعة والفرجة لجمالية المدينة، وازدادت معها سرعة السباق، ويحسم سعيد نسيم المرحلة لصالحه بتوقيت 3:52:27 متبوعا بالتوأم غوري عبد الكريم وأيوب، وبذلك يواصل المنتخب الوطني سيطرته على منصة التتويج. المرحلة الرابعة والختامية ستكون بمدينة متليلي، أين سيجرى سباق ضد الساعة. الكورس اليوم كانت صعبة شوية كما على بالكم، كانت أطول مرحلة وكانت فيها يعني الجو تغير اليوم، كان فيها بزاف ريح، قدرنا يعني نجري واحد الله فهم، قدرت أروح أنا وزوج دراجين ثلاثة دراجين واحد أخرين، وفزت اليوم في أمطار الأخيرة في السبرينت. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موجز التاسعة بحول الله، إلى اللقاء.